نرحب بالدكتور عبد الرحمن الفرة الباحث في العلاقات الدولية. دكتور الفرة مساء الخير. يعني نبدأ بهذا الهجوم الصهيوني على الحديدة اليمنية، هل نحن في إطار الفعل ورد الفعل، ربما رد كما قال البعض على هجوم الحوثيين على تل أبيب، أم أن الهجوم الصهيوني ربما على الحديدة خرج عن الاشتباك التقليدي إنجاز القول، وهو تغيير ربما لمجرى المواجهة تماما؟ يعني في إطار النتائج التي ظهرت وتباهى بها رئيس يعني وزارة الدفاع وزير الدفاع جالانت الصهيوني، يعني كان بالنسبة له هذا المشهد مشهد مطلوب لترميم قدرة إسرائيل على الردع وعلى يعني ما وصل به الحال من يعني استباحة كل الخطوط الحمراء بالنسبة لهم من قبل جبهات الإسناد التي تجاوزت دور الإسناد إلى دور ضاغط حقيقي لا يدفع إسرائيل بين قوسين إلا إلى الذهاب اضطرارا لوقف هذه المعركة. لماذا؟ لأننا في وقت صعب من زمن المعركة ومن زمن التفاوض، والكرة الآن في ملعب نتنياهو، ونتنياهو يراوغ ويراوغ ولا يرد بأي يعني ردود إيجابية تجاه ما يعني حاكته الولايات المتحدة الأمريكية ودبرته وسعت من أجل أن تمضي إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى. ولكن الجديد هنا أن إسرائيل بنفسها تدخل هذا المعترك وتقوم بالرد على الحوثيين فيما كان من المبكر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إسرائيل لهذا الشكل من القتال وهذا الشكل من توسيع المعركة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية وضمن التحالف ما يسمى بالتحالف الدولي لحماية البحر الأحمر ولحماية التجارة والسفن والمصالح الدولية في البحر الأحمر، كان يتم الرد من قبل بريطانيا وأمريكا وقواتهم العسكرية على الحوثي في اليمن ضمن ضربات دقيقة وضمن ضربات تستهدف البنية والمقدرات العسكرية وفق البيانات التي كانت تعلنها القوات المشتركة. ولكن اليوم إسرائيل تقوم بتوجيه ضربة واضحة إلى بنى تحتية تمس المواطن اليمني، تمس الجانب الاقتصادي الذي يمثل جانب من جوانب القوة التي ترتكز إليها جماعة أنصار الله الحوثي في إدارتها للحكومة والقوات اليمنية والمنظومة اليمنية، وفي نفس الوقت هي ثلاثة أهداف متقاربة في مدينة الحديدة التي تتركز فيها القوة اليمنية وفيها إحدى أكبر الموانئ التي تتهمها فيها إسرائيل بأنها تستقبل من خلالها الأسلحة الإيرانية وتقوم بأنشطة غير تقليدية وغير مقبولة بالنسبة لإسرائيل والمنظومة الدولية. طيب دكتور فرة، هل كان يمكن برأيك أن يتم مثل هذا العدوان الإسرائيلي على الحديدة دون ضوء أخضر أمريكي أو تعاون ربما بشكل أو بآخر أمريكي، رغم أن البيت الأبيض يعني ذكر منذ قليل بأن إسرائيل لم تنسق مع واشنطن في شن هذا الهجوم على اليمن؟ طبعا كلنا يدرك أن إسرائيل من بعد يعني عملية 7 أكتوبر هي في حالة من الجنون والعظمة وفي حالة من التخبط، وفي هذا الإطار لم تبذل الولايات المتحدة ولا أي من يعني حلفائها في المنظومة الدولية أي جهود حقيقية تذكر لإعادة إسرائيل ولو إما طوعية أو جبريا إلى مربع العقلانية في التصرف وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الحرب والدمار، وهذا اليوم تدفع أمريكا ثمنه. ولكن ما يسعني أن أقول هنا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمضي في خطوة مثل هذه الخطوة دون أن يكون هناك على الأقل يعني إخطار وإشعار للولايات المتحدة الأمريكية وموافقة ضمنية وقبول ورضا ضمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على ما حدث، وهذا ما عبر عنه يعني أساس الأمريكان عندما قبل قليل سمعنا أن هناك كان تصريح من جالانت وكانت هناك تواصل ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي، قال خلالها جالانت أن يعني لا يمكن أن تمر هذا الاستهداف بطائرة يافا المسيرة من غير طيار دون أن يكون هناك
رد إسرائيلي مباشر، وهذا بالتأكيد يعني يؤكد يعني يشعر أن أمريكا في ضوء هذا الاستهداف وفي ضوء هذا الرد بشكل مبكر. ولكن الجديد هنا أن إسرائيل تستعرض قوتها، إسرائيل تستخدم طائرات توصل من خلالها رسائل لإيران، أننا اليوم نقطع ما يزيد عن 2000 كيلومتر ودون الحاجة للتزود بالوقود. اليوم هذه الطائرات التي استهدفت ميناء الحديدة هي قادرة على استهداف أماكن أخرى، تصل إلى المنشآت الحساسة في إيران وغيرها من الأماكن الحساسة في المنطقة. يدنا طويلة وقدرتنا على المضي واتخاذ قرارات مثل هذه القرارات يعني غير مضبوطة وغير متسقة مع التقليدية التي اعتدتم عليها. هذا يؤكد على أن إسرائيل في مأزق، في مأزق حقيقي، ولا يمكن أن يعني يشكل ضغط على الأطراف المختلفة في المنطقة، ولكن هو يزيد من خلط الأوراق ويؤكد على أن هذه الفوضى التي خلقتها إسرائيل بحرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة لا يمكن لها أن تنهي المعركة وفقا لأهداف إسرائيل. طيب دكتور الفرة، فقط يعني باختصار حتى نستفيد من الوقت في هذا الحوار لو تكرمت، يعني البعض تساءل أيضا وهذا ورد منذ هذا العدوان، لماذا اختيار منشآت نفطية رغم أن بالتأكيد الاحتلال لديه يعني بإمكانه ولديه قائمة بالأهداف العسكرية إنشاء حتى على الأقل تكون ظاهريا الأهداف تتسق مع طبيعة المعركة، لماذا التركيز على منشآت نفطية مدنية حيوية؟ يعني بالنسبة لإسرائيل اليوم الطائرة من غير الطيار اليمنية التي استهدفت تل أبيب هي استهدفت مناطق مدنية، فهو يريد أن يرسخ أننا بما أنكم اليوم كسرتم القاعدة ودخلتم إلى العمق سنكسر القاعدة، هذا أولا. ثانيا، اليوم إسرائيل بين يديها بالفعل معلومات استخباراتية جيدة عن الواقع في اليمن، وما يدور من مناوشات عزز من جهودها الاستخباراتية وتعاونها الاستخبارات المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولكنها اليوم تريد أن توجه ضربة تكون موجعة لجماعة أنصار الله الحوثي من ناحية الاقتصاد ومن ناحية البنى التحتية. الأمر الثالث أنها تريد أن تضغط على الشارع اليمني، هذا الشارع اليمني الذي يعني بالنسبة لإسرائيل تحركه مشاعره تجاه القضية الفلسطينية، ولكن صحيح أنه اعتاد على الحصار وعلى الواقع الصعب الذي يعيشه اليمن منذ سنوات، ولكن هي أرادت اليوم أن توجه رسالة مباشرة إلى هذا الشارع اليمني أن جماعة أنصار الله الحوثي لا تتصرف بما يراعي المزاج اليمني. تقديري أن إسرائيل أخفقت في هذا الجانب الثالث ولم تدرك أن هذا من شأنه استثارة الشارع وزيادة التصاقه مع جماعة أنصار الله الحوثي وإسنادها فيما تمضي به من إسناد للشعب الفلسطيني والتدخل المباشر في هذه المعركة. اليوم معركة غزة لم تعد معركة تمثل يعني معركة ما بين فصائل مقاومة وبين إسرائيل، اليوم هي تمثل أيقونة لحالة المقاومة والانتفاض في وجه هذا العدوان الذي لا يميز اليوم بين أي من الجنسيات والعرقيات في المنطقة ويقتل ويستهدف البنى والمنشآت المدنية والبنى التحتية لعواصمنا. تخيل سيدي اليوم والسادة المشاهدين جميعا، اليوم بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، كل هذه المدن اليوم وهذه الدول اليوم تحت قصف إسرائيلي، كيف يمكن أن نقبل بعد ذلك أن نستمع من الأمريكان وغيرهم أن يعني أنه لا توجد لديهم رغبة بتوسيع الحرب في المنطقة؟ ماذا تبقى لنتحدث عن توسيع الحرب؟ هل يريدون حرب عالمية ثالثة جديدة؟ بالفعل اليوم نحن أمام تحالف دولي عالمي ضد غزة وضد من يسندها ومن يسند هذا الصوت الإنساني وهذا الضمير الإنساني. فقط للإشارة دكتور الفرة، منذ قليل كان متحدث حوثي على أحدى الفضائيات يقول بأنه الهدف حيوي وحساس للغاية الذي استهدفته جماعة الحوثي في تل أبيب، ويعني الهدف ليس مدنيا كما قال، ولكن يعني قال نتحفظ عن ذكر طبيعة الهدف، حتى هناك بعض المواقع تقول بأنه القتيل ربما يكون جندي إسرائيلي الذي قتل وعدد من الجرحى. ولكن دعني أنتقل الآن إلى داخل كيان الاحتلال وهذا التصويت في الكنيست ضد قيام دولة فلسطينية، ماذا يبقي إذن من جهود السلام المزعومة يقول البعض وما يتحدث عنه البعض من حل الدولتين؟
ما حدث في هذا التصويت الهزلي في الكنيست إنما يؤكد أولا على فلسفة هذا الكيان، ويعني قيامه أصلا على فكرة الصهيونية التي لا تقبل بأي تسوية أو أي حل، إنما هي جاءت كمشروع إحلالي احتلالي لإحلال واستبدال هذا الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدراته والحكم بالقوة وبالعربدة. هذا المنطق الذي دخلت به يعني الحركة الصهيونية يعني عقر دار العرب وعقر دار المسلمين في فلسطين، واليوم هي بهذا التصويت رسميا توصل رسالة أن كل ما كان قد مضى في سنوات طويلة تم إلهاء منظمة التحرير فيها، وتم يعني إلهاء العرب في كامب ديفيد وفي غيرها من المفاوضات، إنما كان هذا أمر شكلي وكان أمر لكسب الوقت واستمرار الاستيطان واستمرار كل المخططات الصهيونية. طلقت يعني الموت الأخيرة تطلق على اتفاقية أوسلو، وهذا حتى ما أزعج السلطة الفلسطينية وجعل الرئاسة الفلسطينية يعني تصدر بيان قواعد فتح نفسها وقيادات فتح نفسها يعني متخبطة في ماذا تقول عن هذا البيان الذي يعني يبرئ الاحتلال ويحمل حماس والمقاومة الفلسطينية المسؤولية عما يجري في قطاع غزة في مشهد انفصال عن الواقع. اليوم أيضا في بعد ثالث إسرائيل أغلقت الباب أمام يعني ما يحدث في وما يدار في الولايات في المنظمات الأممية في الأمم المتحدة حول ما يمكن أن يتم من يعني مضي في محاولات تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. الكل كان يتحدث منذ 9 أشهر منذ بداية الحرب أن هذه الحرب يجب أن لا تنتهي كسابقاتها، يجب أن لا نكون أمام وقف إطلاق نار مؤقت، يجب أن لا نكون أمام تسوية مؤقتة، يجب أن نذهب إلى حلول شاملة، يجب أن يتم الحديث عن الدولة الفلسطينية وعن الحقوق الفلسطينية، لأنه نحن اليوم في معركة كان سببها هو عدم وجود حالة من يعني الحياة أو الأفق أمام الفلسطينيين. ما وصل إليه الفلسطينيون من انعدام للأفق جعلهم ينفجرون في وجه إسرائيل، فكان يجب أن يحل الأمر نهائيا ومن جذره. اليوم إسرائيل تقول نحن لا يمكن أن نقبل بأي حلول جذرية، لا نقبل بدولة فلسطينية، تحدثت عن مناطق غرب نهر الأردن ويقصدون بها الضفة الغربية، وهي يعني تحصيل حاصل جزء من الكيان الصهيوني، وهذا غطاء كبير وواسع لسياسة سموتريتش وبن غفير ولسياسة الاستيطان التي تقدم يوميا في أراضي الضفة الغربية. في هذه الزاوية الثالثة والأخيرة في هذا الحوار دكتور الفرة، حول تهديدات ترامب لحركة حماس والقول بأنه ضرورة إطلاق الرهائن الأمريكيين، وحدد الحقيقة لم يشر إلى البقية، قال الرهائن الأمريكيين يجب إطلاقهم قبل استلامه منصبه كرئيس، طبعا وكأنه يقول بأنه سيفوز حتما. في أي إطار ممكن وضع مثل هذا التهديد؟ دعاية انتخابية أم يعني ماذا بالضبط؟ طبعا المزودات الانتخابية لا تنتهي، ولكن ترامب اليوم هو يرسخ مسألة البروباغندا التي تحيط به والهالة التي تحيط به حول أنه رجل يتخذ قرارات استثنائية قادر على خلط الأوراق، يقوم بحركات وقفزات لا يمكن أن يقوم بها أي رئيس آخر. هو يكرس هذه السياسة ويعبر أنه هو الرئيس الذي بالفعل من الممكن أن يكون الأقدر على التعبير عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعن حماية المصالح الصهيونية في هذه المنطقة، فهو بذلك يهدد ويزيد من حالة يعني التخويف التي حدثت بالفعل. اليوم سيدي الفاضل المناظرة التي حدثت ما بين بايدن وترامب ركست أن هذا الرجل هو يعني يستقوي بقوته وبعربدته وبأسلوبه غير المعتاد في نسق الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر أن هذه نقطة قوة له، فهو يزيد من استخدام وتكريس نقطة القوة هذه ويعبر من خلالها لحلفائه ولداعميه وللنوب الصهيوني الذي يعني يحاول أن يجتره تماما إلى جانبه وإلى معسكره أنني الأكثر قدرة على تخويف
حماس وعلى تخويف المقاومة وعلى تخويف كل جبهات الإسناد وعلى تخويف إيران التي ترعى جبهات الإسناد في هذه المنطقة، على عكس ما كان يعني يتوقع الإسرائيليون أن إيران هو رجل صاحب عقلية تجارية وبإمكانه أن يقوم بعقد صفقات مع إيران ومع غيرها وإنهاء الأمر بمنطق الصفقة. وطبعا فيما يمكن تعليقه على تهديده لحركة حماس، من هي حماس ليهددها ترامب؟ هذا شيء يعني يهز حتى صورة أمريكا ويعني يقلل من شأن هذا الكلام. وما يمكن أن يضاف ما بعد ما حدث في قطاع غزة، يعني من الممكن حتى أن نقول ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها. اليوم غزة قدمت كل ما عندها من دماء ويعني تضحيات ولا تنتظر إلا أن تأخذ شيء من حقها وأن تحافظ على ما تبقى من حقوق لهذا الشعب الفلسطيني، فلا يمكن لها أن تستسلم بعد كل هذه الفاتورة الباهظة التي دفعتها أمام مطالبها الكبيرة بالحرية. طيب، والعدالة ومحافظة على المقدسات. في هذا السياق أختم معك وفي أقل من دقيقة لو تكرمت، يعني جبهات المقاومة الآن بالتأكيد في معركة إرادة مع هذا المحتل، من يصيح أولاً ومن يرفع الراية البيضاء أولا، لأن الآن صارت معركة تحدي. المحتل يقصف الحوثيين هكذا بهذا العنف، قصف أيضا للبنان، قصف لغزة بلا هوادة، ورغم أن الحديث يجري على الأقل وفق بلينكن بأنه في لحظاته النهائية للوصول إلى 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 صفقة، وكأن ربما المحتل يريد أن يظهر في نهاية هذا الاشتباك بأنه الأقوى. ماذا نتوقع في الأيام القليلة المقبلة؟ تقديراتنا مما حدث في الحديدة أن المنطقة أمام مزيد من الاشتعال، وإما فيعني يجب أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتضرب على الطاولة أمام نتنياهو الأرعن وتوجهه إلى وقف إطلاق نار، ووقف إطلاق النار هو سيكون طوق النجاة لإسرائيل ولكل حلفائها في المنطقة لحفظ ماء وجههم وعدم الانجرار إلى المزيد من الاقتتال وتوسع في أطر القتال في المنطقة. اليوم حزب الله لأول مرة يدخل مدن ومستوطنات، عفوا مستوطنات جديدة. اليوم الحوثي يدخل طائرة من غير طيار من نوع جديد تصل إلى تل أبيب. ما الذي من الممكن أن تتوقع إسرائيل بعد هذه الضربة وبعد توسيع دائرة القتال؟ اليوم الشعب اليمني، اليوم المقاومة في جنوب لبنان هم مدربون مؤهلون، هيئوا أنفسهم إلى هذه الحرب الطويلة وهم على بعد كيلوات المترات من إسرائيل. الإسرائيليون اليوم في الملاجئ، الشمال الفلسطيني المحتل كله مخلى، غلاف غزة مخلى، هذه ما يسمونها الدولة، دولة إسرائيل اليوم هي غير صالحة للحياة الطبيعية، اليوم لا تعيش حياة اعتيادية. هذا المشهد لا يمكن أن تتحمله الصهيونية العالمية ولا يمكن أن يتحمله هؤلاء اللمم الذين اجتمعوا من مختلف دول العالم من أجل أن يعيشوا حالة من الترف والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الدكتور عبد الرحمن الفرة، الباحث في العلاقات الدولية، نشكرك جزيل الشكر.